السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا في كل مكان، سعيدة جدا ألتقيكم اليوم في حلقة متجددة من برنامج نمة بلدنا. بنحاول من خلال نمة بلدنا وفي عدد من الحلقات أنه نتجول حول أنحاء السودان ونتعرف ونحاول نبحث ونوثق لكثير من القبائل وكثير من المناطق المختلفة، وده بيكون من خلال استضافة واحد من شعراء المنطقة للتعريف أكثر عن تاريخه وعن تراثة. وما زلنا نحن نتجول في سهول البطانة وبادية البطانة والبادية شرق النيل أيضا تحديدا، وعدد من القبائل هي في المنطقة. من ضمن القبائل دي الشكرية، اليوم نحن في ضيافتهم عشان يكتمل كمان الحديث عن بادية الشرقية. بينحدر شعراء من عدد من القبائل زي ما ذكرتم منهم قبيلة الشكرية. سعيدين جدا في المساحة دي أنه يكون معنا شاعر الشكرية يوسف القسم الشوبلي. مرحبا كثير. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وعصام أخونا طبعا إحنا عارفينه من زمن بكير، يعني زول شاعر إنساني. نعم. وكل ما وصفته بيعجز من مغامو لساني. نعم. عيغات الزمن ما فيها من مساني في وقت رجل إلا وقف واساني. ورحب بتي أيضا هي وهي مربية أجيال. نعم. وصانعة الرجال. غصر اللسان أمطار. ست البيت ونور البيت وطعام البيت وفال الفال يمين لولاهن لا راح لا طعم ليمال. هي كل المشاهدين في سهل البطانة. حبيك كثير. برحب كمان بأستاذ عصام حسن عبد الله الترابي المهتم بالأدب الشعبي. مرحب بك كثير. حبيك ومرحب بضيفنا المميز أستاذ يوسف القسم الشوبلي أستاذ الشاعر الكبير. وأتمنى إنه المشاهدين في الحلقة دي يشوفوا حلقة متميزة إن شاء الله. إن شاء الله زي ما أهدانا أبيات نحن نهديه كمان. نعم. ود الشوبلي أهلا سلام عليك يا سلالة الكرام، نحن بنرحب بك يا سيف عزنا بنهز نبشر بك يا لسان العرب من حلف للعاديك. أهلا بك كثير وشرفتنا اليوم في الحلقة دي، ونحن نتعرف ونقرب أكثر على الشكرية وقبيلة الشكرية. ونبدأ معاك أستاذ عصام كمحور أول، تعريف بكتب الشكرية وتاريخ لهم، وشنو بيميز الشكرية ممكن حتى في كتاباتهم الشعرية؟ القبيلة دي من القبائل العربية وردت إلى السودان في وقت بدري وانتشرت في سهول تسمى بسهول البطانة. وهم سادوا منطقة البطانة دي وحكموها وملكوها، لأنه تركيا اعترفت لهم بحقهم في المنطقة دي بصك، أعطتهم صك يفيد بأنهم حكام وأصحاب هذه المنطقة. وشكرية من القبائل اللي عندها منتوج أدبي وثقافي كثيف جدا، يعني لا يكاد يخلو بيت في بيوت من شاعر، وشعرهم متميز جدا. أول حاجة الشعر مكتمل النمو من ناحية المعاني والألفاظ، وبيستعملوا فيه يعني هو النسق الرباعي ده الدوبيت، يعني يستعملوا فيه كل يعني مقدراتهم في السبك والموسيقى. نعم. يعني وبعدين بيستخدموا الحروف في داخل الشعر مثل ما تستخدم آلة الضرب يعني في الـ في الـ في الـ في, الـ في عالم الغناء وكده. فهم ذاتهم طبعا بيسموا شعرهم ده الغنى يعني. وكل ما وجد من تراث شعري في السودان عن الدوبيت بتلقيه عنده علاقة بالشكرية. اشتهروا بيه جدا واشتهر بيهم، زي الحاردلو طبعا شاعر قال المصدر في مادة غير مسبوقة اللي هو تبع رحلة الصيود أو الغزلان في رحلة الشتاء والصيف عندهم جنوب البطانة حتى شمال البطانة. الشم خوخت بردا ليالي الحرة، والبراق برق من مين جاب القرة، شوف عين الصقير بجناحه كفت الفرة، تلقاها مخدود الليلة مرقت برة، تعرف ليه مشاهيد الرقاد والفرة، فلاخ المصب به وبتبين تتورى، فوق حيا فوق محل من الصعيد من جرة، شاح ظل الكريم ما تلقى فيه مضرة، أبعراك فتك قرنه مبادر شرة، والباشندي عمت محشى شيب الدرة، إن النقرة كل حين فوق عليه ومن صرة هالأيام محاريها القليع مغرة. وجاد بعد ذاك مدارس بعد مدرسة الحردلو هي عمن المرحوم أحمد عوض الكريم أبو سم والصادق حمد الحلال، كثير الكثير الذين لا يمكن أن نحيط بهم من شعراء الشكرية، قالوا كلام جزيل جدا، لكن كله كان مربوط ببيئتهم البطانة وخريف البطانة
وتاريخ الحروب في البطانة وطرب طبيعته بيئة المنطقة. نعم. يعني نفسها. نعم. ديبي خلينا ننتقل لشاعرنا ودي الشوبلي واسأل يعني زي ما قال أستاذ عصام كله لا يخلو بيت من الشكرية إلا وفيه شاعر. البيئة والظروف والطبيعة وحتى أجيال سبقتكم في الشعر دي خلت إنه الشعر ده زي كأنه يتوارث يعني الشعراء برضو هم فعلا لازم يكون في شاعر في كل بيت ويكون هو نابغة في حتى في الحاجة دي. والله طبعا هو الشعر يعني تأثير الواحد بيتأثر بالآخرين. أما يعني قبيلة الشكرية هي يعني يمكن قبيلة أكون قبيلة عربية هي مشهورة في البطانة بالشعر والشعر طبعا يعني يمكن يكون هو الزاد الوحيد الشعر سواء كان يعني في السعية في المرحال في المزدار في الدوبيت في المرابيع في الشوارد يعني يمكن يكون الناس مميزين بالشعر والواحد لو سألت سؤال بيجاوبك بالشعر والشعر في 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 نفس السؤال وبدي في يعني ما شعر برا من السؤال. والبطانة بالنسبة لنا احنا يعني مهما ابعدنا منها يعني زي ما المثل بيقولوا كل ذو العجوة الصارو حتى يعني بعض الناس يقول لي انت شوف لي يا اخي البطانة ما خلاص يعني انت حقه تمشي للمدينة وتشعر شعر المدينة. قلت لهم والله ده بنعرفه ده بنعرفه لكن عظمة البطانة عندي لسه عندك كلام كثير في البطانة مش كده؟ لسه يعني حتى الآن بقول له لو وضعوا الكواكب والقمر في حكري ما بيغنني عن سمح وسماع عن فطري أم هبج الهواك بصفة مزاج العكري نفخر بقديمك وللجديد ابتكري ومغدرة السيول وجرف الشدر في فكري غاسم مشترك بين الهبج والشكري أهل العين وفيض المكارم حكري أياهن تمام كيف وجزيل شكري وكل ما تمعنك جيد وجو الفكري بوجد نفسي عاجز من معانيك شكري كلاما قلت فيك ما حد يقدر بالذكر لك شهدة ولا الشاعر المشكر مكري ومين علي وبعلي وحسان وللحر دلو لو ما تبيه في الجار والعشير ما زلوا من بحر الصفات الطيبة شربوا وعلوا يتغير كل شيء إلا الذهب في محلو ساكين السبل درب الكبار ما ضلوا عقيد الزرد عارفين طريقة حلو بتكتيك مرتب كل شيء في محله زي وابل العين في الأرض وين ما حلو ومما يع السراويل ولا مراقد الفيلة أبو علي بردة ما بالتصاويل تيلة والسعى للخلوق نازلين قبيلة قبيلة جات بها الزمان لكن بخل بمسيلة وزمن أسيادة بهار الحريد بهار السيوف بتبطنه غاموس الحديث دارسين شروحه ومتنه والضرب المثل بلسان فصيح ما بروطن عنده الظهر ما من جلف بطنه وزمن أسيادة بهار الحديد بالباطن خلوا عشيرها يقدر حر كأنه مواطن رافعين الكفوف رايين نزول الهاتي اللامن جابة المدخول سماها الباطن حسي أولادك براك عارفين جلالة غدرك في صمتك بيعرفوا البيك والفي صدرك الشايب مؤرخ والصغير مدرك قدرك عالي ما تنطلي لما قدرك أولاد بطنك الرادعين اللي بيتدرك فوق رؤوسهم الشامخات تقسم وشرك الواحد بيجيك مثل القطابي مورك عزا ليك عشان ضيق حلاوتك ومورك أولاد بطنك الرادعين اللي بيتحينتك قاعدوا يتعاقدوا الأطراف يفشوا غابينتك فك الحد وفوت الند والبس زينتك مملك والزحل في مغامها تبقى وزينتك أولاد بطنك الرادعين اللي بايت درك فوق رسول الشمخات تقسم وشرك الواحد بيك مثل القطاب يمرك عزة ليك عشان ضايقين حلاوتك ومرك دي يمكن جزء بسيط يعني من الشعر القالب قديم والمفردات اللي انت شايفة احنا يعني حفاظنا والورثناه من أعمامنا الكبار مثلا الناس الصادق أبامنا أحمد عوض الكريم ودران طيب ود اللافظ والحسب ربه والمحنة ود الفكي حمد يعني ورثنا الكلام من كبارنا القالب لازم محتفظ من لكن المواد بتتغير على حسب التغيير حسب الزمن لكن القالب هو طيب حنسمع منك إن شاء الله لسه مسادير أكثر مرابيع إن شاء الله أستاذنا وشعب الشوبلي لكن حنمشي لأولاد بحريرة
برئاسة رئيس الفرقة الماحي وأيضا عبدو علي عبد الله في الربابة. من حيوم نحن وإن شاء الله حنشوف منهم العرض القادم. أنا أولاد أبو حريرة ونحن لسه في نمة بلدنا ونتكلم عن بطانة الشكرية. العرض اللي شفناه والمختلف والمميز ده يعني لكل بطانة الشرقية تحديدا لو ركزنا فيها شنو بيخليه مختلف؟ يعني الحاجة قدمها أولاد أبو حريرة وفيها نوع من الدهشة والاختلاف. أولاد أبو حريرة من أفضل فرق التراث الشعبي والعرض في السودان برئاسة الأخ الماحي طبعا الدقاق ذاته الظل اللي بيعزف عبدو علي عبد الله وفي شخصيات زي عثمان اللي هو كبير الفرقة ده كده أداؤهم أداء فيه جودة عالية جدا يعني أي إنسان طبعا بيهتز وبيطرب للموسيقى وكده لكنهم يعني وصلوا مرحلة عالية من الإتقان لعملية العرضة دي والتعامل مع السيف يعني جدعة السيف من بعيد واستلامه صحيح يعني العمليات اللي ما الواحد ما بشوفها كثير في السودان الهزه ذاتها بتاع السيف بيهزوه لما السيف ذاته يرقص وذاته السيف بيرقص وراه بعدين مقدرتهم على اداء العرض من تحت قريب للارض وفنون زي دي كان المفروض السودان يعني يفاخر بها الامم اللي حوله اذا اهتم بها وطورها ولبسها وعرضها للعالم وكده فاولاد الرثامات دي يعني عراضين عرضها شديدة برضو نقدر نقول دي بيئة المنطقة هم بيحكسوها من خلال العروض اللي بتتقدم دي هي طبعا العرضة دي مأخوذة من البيئة فعلا من المنطقة ليه إما من الصقر أو من المديكلة أو من بعض أنواع يعني الطيور أو من بعض يعني أسي مرات الجمل ده ساي كان طرب كده في الخريف وقول لك الجمل عرض يعني يعمل حركات كده بيأرجل وكده جميلة يعني لكن الخير معروفات أصول الخير بعرضا يعني لكن زي بيحتمدوا على السيف أكتر في العرضة؟ هيصل العرضة دي فرقة من الرقيص إنها هي حاجة بتشبه القتال أو فيها نوع من هي أنا بعتبرها فن من الفنون العسكرية يعني المارشال أرتس لأنها هي مربوطة بالسيف والدرجة يعني
مربوطة بهم تماما يعني، ما في عرض ساكت كده يعني. قليل ما تلقي ناس يعرضوا، ما عندهم سيوف وما عندهم دراغون، حتى الواحد كان ما عنده الدرجة العنسية دي بيتدرج بعصا يعني. أيوه. من الخصم. طيب إن شاء الله إحنا حنواصل من بطانة الشكرية بادية البطانة وبادية شرق النيل، والحديث أكثر من خلال المسادير والدوبيت والمرابيع وكثير من جمال المنطقة من خلال نمة بلدنا. فاصل قصير، انتظرونا إن شاء الله متواصلين من بعده. أهلا من جديد، وما زلنا متواصلين معاكم في نمة بلدنا من بطانة الشكرية، وما زلنا نحن متجول في سهول البطانة والجهة الشرقية وشرق النيل. نحن يعني حابين نعرف كثير من التفاصيل عن المنطقة، واليوم معنا شاعر الشكرية والدشوبلي، وبتقول عن البطانة. يعني قلت مهما كتبت ومهما بديت كتابة لسه ما قلت حاجة عن البطانة، يعني لسه عندك الكثير اللي حابب تقوله من مرابيع من مسادير. هي طبعا يعني يمكن تكون بتتجدد في ديمانة يعني. مثلا يعني احنا نبدا من العرض اللي شفناه قبل شويه دي. ايوه. دي عاداتنا وتقاليدنا يعني، وبقول فيها لو سالوك من تاريخ جدودنا قبيل ميتين بالالوف ما استسلموا لدخيل، بالهاري المصدي والدرع والخيل خلوا غنانا ليوم القيامة يخيل. يعني بطانة من علي ولاعب محمد هذا ضايقين فيها موت مر وخارق العادة. حدود من الحبش لاعن سراويل ما دبردناها بالسيف للمصاب قال، وزمن السيف بقى عريان وما في جفير، أظافر الناس مشتت في الصيعة زفير. القي من جداد مسل حفاير وبير، الزول كان لقى المهلة اللي بيسوي كثير، وهذه فيها سكنها أولاد مهيد تيمان كبار الجد. فارس للعشير نفحاته ما بتنعد، لكن كان حسة الخصم اتعدى فايت الحد ريحه الدم بيشوفه فضل من الند. فون دهج القربة جامعين من فراسة وحرص، موازي بالدرن على ديب لجام الطرس. كم كافين سروج فوق المقاتل برص سكوت بعض الفصاحة ورسلتهم خرص. عفوصا صمود حره والجرار يقدوس اعلام فوق جبال مفهون المدسوس. ديما مدورين برقا قتل حرقوس سياف ومقلم فوق مقمر روس. حمدا النايم مما تبو لازم خفيف وهجايم، بالهاري المصدي والقرد الصايم كم سايقين عزاز غيمان كسوب وغنايم. قدورام النسل وش العجوز الغابر فرسان برزة مو كثرة كلام في مناظر. الخيل والدرع وارسي عبد القادر كتار القجلو صبح شرق هادر. نوراب العنج كضب السلك مردوتن، في صدور الخيول دائما ما ندر عودتن. كراما بسخوا بالروح والجنم وجودتن قباحا اجبر الاسد الجريحه تعودتن. تماسي حمراء وحس العقاب الفضل فوق دربك كبار فرسه وكرمات بدل. يوم ضيق الوجوه بيترك كتيفه مهدل بشبع الطير كبات وين من مشمش ندل. لكن البلد يا الحمد لله رب العالمين تلاقينا معانا كل القبائل الموجودة في السودان هي موجودة في البطانة. تلاقينا أدآخينا بقيت الناس ما همية. أيوة. تناسبنا تصاهرنا في رغم ونفوسنا رضية نابزين الخلاف والحرب والغبلية وعشيف في وئام في دولة إسلامية. إحنا يمكن نكون كل القبائل الموجودة الآن يعني من تمسكها من القبائل الشماليه قبائل الصعيد الرفاعه بانواع العراقيين الرفاعيين الدباسيين تلقى الجعليين المسلميه الحلا العراقيين كل القبائل موجوده في البطانه ومتصهره في بعض. إن ما كان قديم ما كان جديد، حتى يعني كان في الخلافات النشأت في عهد الشيخ محمد صديق طلحه وفي محمد حمد ابو سن عالجوها الاشخاص الاثنين ديل بالزية في سنة واحدة أزوي أكثر من 40 نفر من البطاحين من الشكرية وأكثر من 40 نفر من الشكرية في البطاحين، ودي نهاية المشاكل اللي كانت ما بين البطاحين والشكرية. تذكر الرية والدكين والحاجات اللي بيذكرها دي يعني هو طبعا هي موجودة لكن أضافوا عليها الكثير والكثير جدا جدا. فالزية نهاية المشاكل، والناس كانوا بيعالجوا المشاكل دي بالحكمة.
انتوا برضو من الاشعار والمسادير برضو ناديتوا للتعايش والسلام ده، يعني برضو لعبتوا دور انتوا الشعراء المنطقه. كيف احنا احنا بنقول يعني كلنا من تراب، كلنا من تراب في البدء لو تتذكر، ولكن البشر بالفطره بصفى وبعكر. المؤمن جسد واحد لا اعضاه ما يتنكروا، اليد اللي بتقطع خطها ما بتتشكر، اليد اللي بتقطع خطها ما بتتشكر. يعني من زمن قديم يعني احنا للعشير نحله وضب طيبنا، ونحن للقليل بنتركوا ما بسربنا، نحن للصبر بقول لكم ما بيغلبنا الا بتحترن الحده عين واجبنا. عربا كنا في رؤوس القبائل قمه، وعربا كل اللي تتر القبائل قمه، تجلببوا بالصفا ولبس المكارم عم خير الناس، واوفوا من سواهم ذمه. عربا كانوا سادة الحجاز في اسيا، عربا فيضهم مطر السواري الراسية، ربوا وعلموا الاجيال وصبحة قاسية، ازعلوا كل حد حتى اللي امن الناس. عرب سادة عرب، اولاد عرب لا غروة، عرب كنز العديم اللي عشيره من ثروة، عربا ذكرهم من النفوس ما بتروى، عربي بحكمة ما بعرفوا النفاق وكروة. أكان ملكوك كرام ما هو اللؤام بالشفو، ودي سيدات قديم كان عهدوك بوفو، تقال انك الجبال عند النديها بخفوا، كدر تحت الفزع يوم الغنيمة بعفو. عرب خلقهم كالنسيم أو من صباه أرقى، وأولاد ناس وأجدر بقصايدي وحقه، صبارين على يور الزمان إن عقي حل حلوديمة في الأمر العويص الشقة، يحل حلوديمة في الأمر العويص الشقة. نعم، فيعني يمكن يكون المسادير في 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 الأهل فخر الأهل، إحنا بنفخر بهم كشكرية، لكن إحنا لقينا طباع الشكرية ممثلة في كثير من القبائل. أيوه. داخل وخارج السودان. اللم حولي ناس كثيرين سودانيين طبعًا. فبيسأل فيه قال لي يا زول يا زول. رديت عليه وقلت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال لي وش أنت يا زول؟ الحقيقة يا زول يقول لك يا زول، تقول عليكم السلام ورحمة الله، يقول لك ايش انت؟ معناها رد المفهوم غلبة. وكلمة زول ذاتها فخر. ما بتنتسب لغشامة. الزول غيمة، والزول قمة، والزول غامة. الزول زاده بلسم. لل بيجوها عشامة قطع الخط. لل بالشابو والخشامة. وكلمة زول شرف وفيها حس ومعاني. وأما شروطها ما بو فيها غير سوداني. وفي الشيء شفته بعيني وسمع بأضاني معدنهم ذهب، وباقي الشعوب تايواني. وبكل اعتزاز بفخر بقول سوداني شان أسلافي تاريخهم ما لو ويداني. أمدر الأمان عام البعيد وداني كتب حروفه من دم منبع الشرياني. الزول دوكا والخمارة، الزول صاج، الزول لقمة، الزول موية، الزول مأوى للمحتاج. لاجين الدول التم مليون لاش ساكنين ميمها لا يغامة لا يزعاج. وزمن الموت خيول لوميج ولوميراج، عزوا العز عزا لبسوها التاج. الزول اهله اهل السبحه واللي بريك، الزول رفقاه ورفقاي بفرج الضيق، لذيذ العيش عنده كيف غير واطيق، ونفسي وروحي لافتات الرساله مزيك. الزول طاره، الزول نوبه، الزول زفه، الزول مو ذات الدرويش المسيده بتفه، الزول ورث الجدود تيلات شجاعه وعفه، وشاربين مويه الميم ما خلق ما جفه. الزول خط اللي عرضه السلاح مشهور، الزول عنده درعة الليل مشهور، الزول اهله نظف الله والدنور، الزول في بيته للضيف بخرس مجرور. والخلانا نشوف الزول سامي ما له ساوي، كرم الزول يمتع كل من كان راوي، مثل عابر سبيل الزول مسيل خلاوي، والزول عنده تو لقمة العيش البسين ده التاوي، والكرم الاصيل في زول مو عكاوي، في امثال الشريف ليل بصب فجراوي، ايده تفوق على السيل ابتكي كان داوي شبع لهفة المصرى اللي بصبي حاوي. أكان جيتن ضيف فريضة، واللي جيتن زاير بفرشولة بدروب الحين ورود وحراير، صغير يطمن القلب المطفطف طاير، كبيرهم يفرتق الدرع الدويدة دواير، ديل أخوان جديد تنال الرتوعة محاير، قلوب زي هدوم بيض والوش ناير، خفافا فوق ضيوف زجنا حطاير، واتقل في المحاصات من جبال الداير، ولو كان واجبوك او كنت انت مواجب، قلوب والبيوت فاتحات ومن دون حاجب، وعند الامر بالمعروف وفعل الواجب اكل الناس عيون احنا الجبين والحاجب. اكل الناس عيون احنا الجبين والحاجب، واحنا
طباعنا من دون البريع عفاف. احنا قلوبنا مما خلقنا صم ونضاف في المشهود والمكتوب والبنشاف، احنا ركيزه لا نضيف ما بننضاف، بنحترم المشاعر لو نزلنا ضياف خصبا في الوجوه، احنا نصبي وننضاف. اكرام ضيفنا مو بالشوكه بالغراب، نفوسنا بتقبل الغني والحياه كفاف. فينا الراوي، فينا الكاتب، فينا الشاعر الشفاف، وفينا الناصح الغير الاله ما بخاف. المدبوره والمقسوم عند الهاف، نحن اخوانها يوم الدكر الى الصاف. المدبوره والمقسوم عند الهاف، نحن اخوانها يوم الدكر الى الصاف. يا سلام، ابشر بالخير. ابشر بالخير. يا سلام، شكرا لك كثير شاعرنا ود الشوبل. يعني القصيده يعني نقدر نقول في كل حلقه عن الزول السوداني بنفخر به، لكن الحاجه اللي عايزه اسال منها انه وعي الشاعر عموما وغيرته كمان على وطنه وعلى بلده وعلى قبيلته، وانعكاس الحاجه دي ايضا في الاشعار، يعني لايمد هي ممكن تاثر في المتلقي وتصل ايضا للمتلقي. اكيد كلنا حسينا بالقصيده دي وهي بتتقال. طبعا لانه الكلمه دي كلمه زول دي ما موجوده الا في السودان، فدايما يعني المجتمعات الثانيه بتحاول تسخر مننا بالكلمه دي، ودايما السخريه بتصير مفخره لنا. يعني الزول لما يغضب بيقول كلام ما عنده معنى، لكن شوفي الشاعر يعني كانما هو يعني مشاعر من ذهب جليتيها بالنار، ف يعني اشعت وبرقت، يعني بقى عندها بريق شديد. فمفروض كل انسان يكون حافظ شيء من ابيات ود الشوبل دي في كلمه زول، عشان لما يسافر اكيد حيلقى الكلمه دي، حتقابل الموقف ده. الافضل بدل الغضب انه الزول يرد صحيح بكلام زي كلام والمصدر هو درس في الحقيقه. الغضب اكيد بيكون يعني عجز. ايوه نعم. غضب معناه ما قدرت تقول، انا ما قدرت. صحيح. هو زول في النهايه اتكلم معك، انت المفروض ترد له بكلام، ما بيضرب ولا بشكل. صحيح. ولا كده، فده انسب رد يعني، أنسب درس ممكن يتقال. نعم صحيح. نحن وصلنا لختام الحلقة، وهي عدد من الحلقات من بطانة الشكرية، ولسه حنواصل في عدد من المحاور المختلفة ونسمع كثير من المسادير والدوبيت عن المنطقة ومن المنطقة. نشكر شاعرنا يوسف القسم الشوبلي، معروف بود الشوبلي شاعر الشكرية. شكرا لك كثير أستاذ عصام الترابي المهتم بالأدب الشعبي، وأيضا أولاد بحريري حنختم معاهم في العرضة القادمة دي، حنشاهدها إن شاء الله مع بعض لحد ما ألاقيكم في حلقة جديدة من نمت بلدنا. في أمان الله وحفظه.